سابق انه فضل ديال هذه المراكز الاولين يعود الى المبادره الوطنيه لتمويل البشريه، انه جميع المراكز اللي درناهم درناهم في اطار المبادره الوطنيه لتمويل البشريه. بطبيعه الحال عندنا الشركاء وكاله التنميه التعليم جهه الشرقيه، بالاضافه الى البرامج اللي كنشتغلوا معها بين المديريه ديال التعليم في برنامج المحارب الاميه والتربيه النظاميه، ومع التعاون الوطني اللي كيعطي واحد المنحه رمزيه للجمعيه اللي كنصرفوها دائما على مؤطرات. وكتعرفوا ان هذه المراكز اللي كنكريو عندها مصاريف تسير اضافيه، الماء، الكهرباء، الانترنت، هذه لانه الجمعيه كتفلسهم بالاضافه الى الكراء. كنتمناو ان شاء الله بهذه الزياره اللي درتو لنا السيد العام في هذه الجامعه المباركه والسيد الرئيس والاخوان اللي حاضرين معنا كاملين، انه يتم يعني هذا المشروع هذا اللي التزمتوا به واللي فكرتوا انه نديروه هنا في دار الكداني يخف واحد العيب كبير على جمعيه الرياضه القانونيه، واللي بطبيعه الحال غادي يستافد منه الساكنه في الاخير. ان شاء الله. وشكرا.